الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم هو يوم الأحد 23 من شهر رجب عام 1442 هجرية. أنا الآن في قرية آل بن جرادة أو آل بيرادة مثل ما ننطقها في اللهجة المحلية العربية الفصيحة قلب الجيمياء. قرية آل بيرادة هي إحدى قرى قبيلة كنانة من بني شهر. هذه منازل القرية القديمة، يظهر لنا في الصورة الآن معلم أثري من الآثار النادرة الآن في منطقة عسير. مسجد أثري قديم هو الجامع الأثري في قرية آل بيرادة. للأسف كثير من الجوامع القديمة هدمت وبني مكانها جوامع جديدة لحاجة الناس، لكن ليت الناس حافظوا على هذه المساجد القديمة حفاظا على أجر من بنوها وصلوا فيها يوما من الدهر. الله أكبر، السياحة القديمة. الله أكبر، الله أكبر. نأخذ جولة على الجامع قبل ما ندخله. مبني من الحجر، الله أكبر. هذا المحراب. طبعا الجامع هذا عمره مئات السنين، ما يعرف له عمر محدد. اللهم افتح لي باب الرحمة. الله أكبر. هذه ظلة، مكان مستراح يجتمع فيه الجماعة، يتحادثون، يتعالمون، يتشاورون. مسقوف من العرعر. في بعض الأماكن يسمى منداه، وبعض المناطق تسمي المنداه نفس الموقع بس يكون خارج المسجد، وكل منطقة لها تسمية. هذه البداية، الدريشة بشوها من الداخل إن شاء الله. وهذه المواضي، هذا الدرج يصعد المؤذن إلى هنا ويرتفع على هذا الجدار ويؤذن. هذه منارة الجامع. كانت حياة الناس بسيطة. هذه كنت أظنها بير، لكن أخبرني أحد الزملاء من القرية إنها بركة ماء، حفرة كبيرة، بركة كبيرة عميقة يجتمع فيها الماء من مياه الأمطار. هذا نسميه القف. القف هو الرف الصخري، وهي من المفردات العربية الفصيحة التي لا تزال مستعملة في جبال السراج. كانوا يغرفون الماء من البركة هذه بدلو ويصبون الماء على القف هذا، ويسيل الماء في المجرى هذا ويجتمع في هذه المواضي، أوعية حجرية مبنية يجتمع فيها الماء ويتوضأ، والزائد يتجمع هنا. ما كان يروح عليهم قطرة ماء هدر رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. الله أكبر. رحمة الله على أقوام وأمم صلوا في هذا الجامع وعبدوا ربهم ورحلوا، رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. الله أكبر. هذه البداية، البداية النافذة، يفتح الواحد ويتبادأ، يتبادأ على الخارج، وهي لغة عربية فصيحة
بدأ ظهر ويتبادى حتى يظهر له ما في الخارج. بداية من الخشب. الله أكبر. تاريخ هذا العمر السقف، طبعا السقف هذا مجدد، كبار السن ما يعرفون متى جدد، 100 سنة وأكثر ما يعرفون. هذا العمر من شجر العرعر، وهذا البطن اللي يشيل العمر، وهذه الدعمات الأعمدة. سبحان الله، تشم التاريخ. مع دقة التقنية الآن والآلات الحديثة، اكتشف جماعة المسجد أن القبلة منحرفة لليسار قليلا فعدلت القبلة، وإلا في الأصل كانت على المحراب. هو انحراف يسير ما يضر إن شاء الله، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعيد عن الكعبة يجب عليه إصابة جهة الكعبة وليس عين الكعبة. هذا المحراب وهذا له رف، وهي عربية فصحى لهج، لهج هو الرف، في الغالب يكون من الصخر لكن باللهجة المحلية يقول لهي، قلب الجيم ياء. هذا المنبر درجتين، وهذا كرسي الإمام الخطيب. كانت حياة بسيطة رحمة الله عليهم. الله أكبر، شيء جميل جدا إن جماعة المسجد حافظوا على هذا المسجد من الهدم. كم من مساجد أثرية قديمة في جبال السروات هدمت للأسف، وكان بالإمكان المحافظة عليها وبناء المساجد الجديدة في موقع آخر. اللي ملزوم وما لقي مكان ثاني معذور، لكن مثل هذا التراث وهذا العمل العظيم جدير بالمحافظة عليه. اللي بنوا هذه المساجد أموات رحلوا إلى ربهم، هم بحاجة إلى الأجر، بحاجة إلى أن تعمر هذه المساجد ولا ينقطع أجرهم. للأسف كثير من المساجد الآن الأثرية أصبحت خراب. الله أكبر، الله أكبر. رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله على من صلى فيها وسجد فيها ودعا فيها، رحمة الله عليهم. ختاما أرجو أن أكون قدمت شيء مفيد في هذه المادة، وأسأل الله ألا يرحمني وإياكم الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.